واثقون بنصر الله. الكل في اليمن صدح عاليا بالنصر والثبات، وضخت الحشود في الساحات ليوم الجمعة مزيدا من الحماسة لتشكل مع التصعيد العسكري الراهن نذر المواجهة الشاملة التي طالما حذر منها الكثيرون في اليمن وخارجه. بالسلامة. وبمجرد اعلان التلفزة الحكومية عن عودة الرئيس علي عبد الله صالح الى البلاد بعد رحلة علاجية في السعودية دامت 3 اشهر، حتى قفزت الى الواجهة المقولة المتداولة بانها عودة الانتقام، لا سيما وان التصعيد العسكري قد سبقه الى نقاط التوتر في العاصمة وباقي المحافظات. في ميدان السبعين بصنعاء اراد الموالون للرئيس صالح ان يثبتوا قدرتهم على الحشد وان تحت شعار نصرة الشعب الفلسطيني، علما بان المقربين من الرئيس حرصوا على القول ان في العودة ما يبشر بالانفراج وباتخاذ قرارات وصفوها بالمهمة من اجل الخروج من نفق الازمة. وكالة الانباء اليمنية نقلت ان الرئيس صالح وبعد عودته من الرياض دعا الجميع الى هدنة كاملة ووقف اطلاق النار تماما، بما يتيح العمل لافساح المجال للتوصل الى الاتفاق بين كل الاطراف السياسية بعيدا عن فوهات المدافع والبنادق كما قال. لا اله الا الله والقاتل عدو الله. لكن في ساحة التغيير كان كلام آخر، عودة صالح التي فاجأت بعض المعارضين قد تصب في خانة التصعيد وقد تفضي إلى نتائج كارثية، خاصة بعدما زادت وتيرة إراقة الدماء في الأيام الأخيرة. ونقول له إن عودتك إن كنت قد عدت فعلا ستزيدنا حماسا. في شارع الستين بصنعاء جرى تشيع عشرات من القتلى الذين سقطوا بنيران القوات الموالية لصالح بعد مواجهات دامية وحرب شوارع رأت فيها مصادر دبلوماسية غربية ما يهدد بتوسيع الصراع المسلح وانزلاقه الى حرب اهلية شاملة. وهي تحذيرات صدرت ايضا من جانب هيئات في الامم المتحدة التي سحبت عشرات من موظفيها قائلة انهم ما لم يتم التوصل الى اتفاق وما لم يحدث انفراج يؤدي الى حل سياسي فان البلاد تتجه لا محالة الى الانهيار وانتشار العنف الدامي الى مناطق اخرى. هذا وقد شهدت العديد من المدن والمحافظات اليمنية مظاهرات حاشدة تندد بعودة الرئيس صالح وتطالب بتنحيته وتسليم السلطة، وشهدت محافظة رداع مظاهرة حاشدة للتنديد بعودة الرئيس علي عبد الله صالح إلى صنعاء، وهتف المتظاهرون ضد ما أسموه بجرائم ضد نظام أو جرائم نظام صالح بحق الشعب اليمني. نواصل هذه النشرة من قناة الجزيرة وفيها بعد الفاصل. الآلاف يؤدون صلاة الاستسقاء وقنوت النوازل لإغاثة المتضررين من موجة الجفاف في الصومال.